توفي مؤخرا الحاج غنام الهواري احد اعمده كره القدم الجزائريه والوهرانيه، رئيس الرابطه الجهويه لكره القدم، ساهم في تطوير كره القدم سنوات الستينات والسبعينات. اليوم ارتأت جمعيه راديوز وبالتعاون مع عميد الحكم الجزائري سي محمد حنصال ونجوم كره القدم الجزائري على راسهم الاخضر بلومي اللي كاع مروا في التكوين في الرابطه الجهويه لكره القدم ويشاهدوا على يعني الفقيد ويشاهدوا عليه بحسن السلوك وتفانيه في العمل. اليوم يعني هي مناسبه باش نكرموه ونتفكروه، وارتأت جمعيه راديوز باش تكرم اليوم العائله بحضور ابنائها ان شاء الله، ويتقدم العائله تحت التصفيقات الحاره. الله يحفظكم الله يسلمكم، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. كذلك شهادة شرفية يهديها لمن له في تكوينه ويشهد عليه بأنه ساهم يعني في وصول التعاون العالمية وبالدخول في كذلك هذا الاحترام. ما نسيناش احد اعمده يعني التسيير في كره القدم الجزائريه عمي الحاج غنم الوالدي الذي توفي مؤخرا، يشهد له الجميع بالاخلاق الحسنه بتسييره يعني وكذلك يعني التواضع تاعه وعمله التطوعي، يكفيه فخرا اعتراف محمد حنصال انه كان يعني احد الناس اللي عاونوا في بدايته كتحكيم، كذلك هو من زرع اللبنه فيما يخص التكوين يعني اللاعبين، وكان يعني يضغط على المدربين باش يكونوا حاضرين ايام الاسبوع ويعني ويراقبوا اللاعبين عبر الملاعب الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا وقبل كل شيء نترحم على الوالد اللي مد كل ما عنده في لتشريف الكره كره القدم الجزائريه، واعطى كل ما عنده في التسيير وبالاخص في التحكيم وفي تكوين الحكام، ومن بين الحكام الذين تتلمذوا على يد الحاج غالم الهواري السيد محمد الحاج محمد حنصل اللي كان حكم دولي وحكم في كاس العالم 1990 بايطاليا، ونشهد الوالد تاعي كان مد كاع الوقت تاعه لكرة القدم الجزائرية والى التسيير والى التحكيم. نعم احنا فخر لنا كي تشوف مثل الحكم حنصال محمد واللاعب الدولي الاخضر بلومي والاخ بن زرقا والاخ قضاء شافعي رئيس جمعية راديوز اللي كرموا الفقيد وكرموا العائلة. الحمد لله الحمد لله، نشكر هذه الالتفاتة الطيبة من جمعية الراديوز. في الآونة الأولى كان الأمين العام تاع الرابطة الجهوية لكرة القدم، وكان رئيس الرابطة، وكان عضو في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وفي الاتحاد العربي لكرة القدم. وكان من بين نعم، وفي 69 كان سكرتير جينيرال تاع الام سي يو، الامين العام تاع فريق مديريه وهران، واللي داو معاه البطوله في ذلك العام. بسم الله والحمد لله. انا لا في الحقيقه وهذا شيء فخور ليا. لما بديت انا التحكيم في 1966 عرفت زوج تاع الناس، عرفت الحاج غالم الهواري وعرفت هذول كل المرحومين والحاج بن زلاط قويدر، وهادو كانوا متبعيني في التحكيم تاعهم قد ما نرد لهم الخير تاعهم قد قليل عليهم. كانوا متبعينا في المشوار تاعنا، تالي كانوا هما حيين وهما يسيروا في الرابطه تاع الغرب تاع وهران، وحنا كنا ولينا حكام دوليين وشاركنا في كاس العالم. هذا نرحموا عليهم.
والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. في البداية باسمي الخاص وباسم عائلة غالم ونيابة عن المرحوم الحاج غالم الهواري أتقدم بالشكر لجمعية راديوس على هذه الالتفاتة التكريمية في حق هذا الرجل العظيم وبكل تواضع. تعداد مناقب الرجل كثيرة، ولكن نختصرها في أن هذا الرجل كان متواضع، كان ملم بقوانين الكرة والتحكيم، وهذا ما جعل منه قامة من قامات التحكيم في لخ. كذلك سي الحاج الهواري غالم كان خدم الكرة الوهرانية والكرة الجزائرية بعطائه المتواصل عن طريق التكوين. إذن مرة أخرى أشكر جمعية راديوز على هذا التكريم، ونطلب للحاج الهواري غالم الرحمة